السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل، الاحتلال يكشف تكاليف باهظة لعملية الحديدة، وإلى التفاصيل. كشف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد تكاليف هجومه على مدينة الحديدة، وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن نحو 20 طائرة بين مقاتلة وأخرى مزودة بالوقود انطلقت من الأراضي المحتلة لتقطع نحو 2000 كيلومتر بغية تنفيذ الغارات على ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن الاحتلال ألقى نحو 10 أضنان من المتفجرات على الميناء فقط. وتشير هذه المعلومات إلى حجم ما أنفقه الاحتلال مقابل هجوم استهدف خزان نفط فقط، في إطار ما يصفه ردا على العملية اليمنية التي نفذت بمسيرة في قلب عاصمته تل أبيب. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.